السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب المستوى الثالث، دكتوراه مهني إدارة الأعمال، تخصص الموارد البشرية. أهلا بكم مرة أخرى في محاضرات الأساليب الحديثة في التدريب والتنمية الإدارية، ودية المحاضرة رقم 10 أونلاين، وهنتكلم فيها عن إدارة البرنامج التدريبي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مهارات العرض الفعال، وأثناء تقديم البرنامج التدريبي لابد أنك تقدر أنك تدير البرنامج بشكل يحقق الغرض من البرنامج التدريبي، وأنك تسيطر على جميع البيئة المحيطة أو البيئة التدريبية، بحيث أنك دائما وأبدا توجه النقاش في اتجاه تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من البرنامج التدريبي. وهنتكلم عن دور المدرب في إدارة الأسئلة والنقاش داخل قاعة التدريب، وده مهم جدا جدا، لأنك بتقابل نوعيات كثيرة من المتدربين، وإن شاء الله أنواع المتدربين نفسهم هنكون لها محاضرة خاصة بإذن الله تعالى. في البداية لا تنسى من البداية أن تحدد وقت تناول الأسئلة. الناس اللي قدامك دولت بشر عندهم فكر، وممكن يكونوا معترضين على الكلام اللي أنت بتقوله، وبالتالي لابد من البداية تقول لهم يا جماعة امتى هيكون متاح لكم انك تسأل، لان اذا ما قلتش هو هيضطر يسأل في اي وقت. وبالتالي لما تكون انت عايز تكون منظم او تدير الحوار كويس، فانت من البداية قول لهم هنسأل امتى. اللي عايز يسألني يوقفني في اي وقت خلال العرض، ماشي، في نهاية العرض، قبل عرض الخلاصة، whatever المكان، بس لازم تعتبر الناس اللي قدامك دولت لهم فكر، وقد يكون مخالف، ممكن ينتقد الكلام اللي حضرتك بتقوله، ممكن يكون لهم وجهة نظر مختلفة، فنتفق على وقت الأسئلة. رقم 2، تفهم هدف مقدم السؤال، وده اللي أنا قلته. في يعني ناس راغبون في استعراض العضلات، أنواع كتير من المدربين، يعني هو بيسألك، هو مش بيسألك عشان هو مش عارف، لا هو عارف، بس هو إيه، I'm showing my muscles، يعني أنا 100 100، يعني هو شايف نفسه أحسن من المدرب. او الراغبين في الحصول معلومه، في ناس فعلا ما عندهاش معلومه وعايزه توصل لها، في ناس مفكرين تحليليون او مفكرون تحليليون بفكر في المعلومه وبياخد نظرك فيها، في طالب المعلومه عشان هو عنده المشكله دي في المكان بتاعه، فهو عايز يتخذ قرار، عايز يستوثق من المعلومه. في كتير انواع كتير من المدربين، وطبعا هنسيب ديت الجزئيه دي تحديدا لمحاضره لوحدها، لان احنا اسمها طرق او مهارات التعامل مع المتدرب الصعب وانواع المتدربين، دي هنتكلم عنها بالتفصيل لوحدها ان شاء الله. النقطه اللي بعد كده، نصائح حول الاسئله المقدمه. ركز النظر في عيني السائل، فهذا يشعر باهتمامك، وده طبعا حاجه احنا اتفقنا عليها برضو في مهارات العرض الفعال، انك لازم تركز مع الناس اللي بتكلمك. اجعل جوابك ورد فعلك تلقائيا دون تكلف، لا تدخل في نقاش فردي بقدر المستطاع، عشان بس ايه اللي هيحصل، كلكم عارفين لما تخش في نقاش فردي بقيه الناس هتبدا تتكلم مع بعضها، خلاص، ما هو حضرتك بتتكلم مع واحد، المتدربين قدامك 15 واحد مثلا، فبدات في نقاش مع واحد والموضوع طول، بقيه ال 14 هيبدا كل واحد يتكلم مع اللي جنبه، بقى الموضوع ايه، ما عادش برنامج تدريب. احتفظ بذهنك حاضرا عن الموضوع، ركز واختصر في اجاباتك عشان ايه، تخلص معاه وما تشتتش باقي الافراد المجموعه، او دايما تخلي باقي افراد المجموعه انتباههم معاك. وجه اجابتك للجميع وليس لمن سال، يعني واحد سال سؤال خلاص انا هرد صحيح، بس هرد للكل، لان لو هرد لوحده عليه ممكن بعد شويه حد تاني يسال نفس السؤال، او الناس دي تركيزها ينصرف لحاجه تانيه. اعد صياغه السؤال حتى يتفق الموضوع للتاكد انك فهمت السؤال، يعني لو انت مش فاهم السؤال اعد صياغته تاني. يمكنك ان تكتب السؤال كي لا تنسى، لو بتاخد اسئله كتير، حول الاتهام الى سؤال ولا تنفعل، يعني زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، تقول لي ممكن تقول لي انت عمال تقول لنا الشرايح ومش عارف ايه، وانت حاطط لنا شرايح ما يعني ما يعلم بالله ربنا، يعني فده بدل ما يكون اتهام ممكن تحوله لسؤال وترد عليه، والله انا عشان كذا او مبرري كذا، وان ده مش برنامج تدريبي، يعني ايه، ما تحاولش تاخد الموضوع بصوره شخصيه، خلاص ما تحاولش تنفعل، لان في النهايه لابد انك تنجح البرنامج التدريبي بتاعك. لا تقبل اسئله شخصيه، حولها الى سؤال عام وجماعي، خلاص، يعني حد بيسالك ايه، طب انا حصل لي كذا، طب مش عارف ايه، فنبدا ناخد السؤال ونعيده بصيغه الجمع بصفه عامه. في المواقف ديت اذا حصل كذا بيكون تصرف الانسان، فبتبدا تحول السؤال من صوره شخصيه الى صوره جماعيه. لا تسمح للسائل ان يستدرجك فيصبح هو المتحكم في الحوار، وديت احنا قلنا عليها من الاول جدا،
لابد ان المدرب يكون قادر على اداره النقاش وكل ما الناس، لان دي طبيعه، دي الطبيعه في خاصه في المصريين عموما، بياخدك خارج الايه الاطار او خارج السياق اللي انت بتتكلم فيه، فدائما خليك مركز وفوكس بحيث انك انت ايه ترجعه للمكان او للهدف اللي احنا عايزين نوصله. لا تحاول اختراع او فبركه اجابه، وهنتكلم عن الحته دي بالتفصيل بعد شويه حالا في الشرائح دهيت، لانك لو ما تعرفش والله من قال لا ادري فقد افتى عامه. بس دي اخر استراتيجي، احنا عندنا ثلاث استراتيجيات كده بالترتيب هنتكلم عنهم واحده واحده، ولكن اخر استراتيجي من قال لا ادري فقد ايه افتى. يبقى انت لو مش عارف خالص قول انا مش عارف، انا هدور عنها وابحث عنها واجيب لك الاجابه واتواصل معاك او اقول لك الاجابه. ماشي، وفي اتنين استراتيجيات قبلها هنتكلم عن الثلاثه بالتفصيل. لا تبدي عدم الصبر، لازم يكون بالك طويل. لا تنشغل عند سماعك للسؤال، فلا تستدر لكتابه شيء على لوحه الكتابه ولا تنظر في الموبايل. دي حاجات من اللي بتضايق الناس بصفه عامه جدا. يعني خليك لو بتتكلم مع حد وهو بيبص في الموبايل او بيكتب في حاجه يقول لك قول تمام. يعني بصراحه يعني في نوع من انواع عدم الاحترام للشخص اللي قدامك. الحاجه الثانيه برضه انت مش هتكون مركز معاه او ذهنك هينصرف عنه. لا تقم بالإجابة إن لم تعرف جواب السؤال واكتب بقول لا أعلم. ودي طبعا قريبة من حتة إيه الاختراع وفبركة الإجابة. طيب كيف تتعامل بقى مع الأسئلة المحرجة أو الصعبة؟ في ممكن تتسأل سؤال محرج أو صعب. في يعني إيه استراتيجيات كده أو إيه هنتس كده، نقاط خليها في دماغك عشان تتعامل معها إزاي. الهدوء والابتسامة دول لهم يعني مفعول السحر. يعني دول اهم استراتيجي الانسان يتعامل بها في حياته كلها بعيدا حتى عن البرامج التدريبيه. اتنين، عند اجابه سؤال محرج استخدم ادله واقعيه من احداث وقائع يعلمها الغالبيه من الحاضرين. في حاله السؤال غير المعروف حوله لسؤال موجه لحضور يحتاج الى اجابه واضحه، كان تقول طيب ما رايكم في سؤال احمد الخاص بكذا. يعني ايه هتعيد صياغه السؤال وتوجهه لايه للناس. لا تستخدم اجابات تحمل معنى طلب التاكيد من الحاضرين، اليس كذلك؟ يعني انت مش واثق من نفسك يعني. يعني ما هو يا هتقول يا هتسأله هم السؤال ويقول، انما مش تقول انت وبعدين تقول لهم ايه رايكم ولا انتوا شايفين ايه، ما هو ولا انتوا شايفين ايه، دي كده ما تنفعش خلاص. طبعا على فكره احنا النقاط دي بتاعت كيف تتعامل مع الاسئله الصعبه هنقسمهم دلوقتي في ثلاث مجموعات. قد تبحث تظهر احيانا انك لم تسمع السؤال او انتظر قليلا لعل من الانتظار من يجيب. قد تبحث عن مشاركين نشطاء ممن يحبون الإجابة والحديث باستمرار وتوجه إليه السؤال. تظهر بأنك لم تفهم السؤال، أجل السؤال لما بعد انتهاء العرض، أجب على السؤال بسؤال، أخبره أنك لا تفهم الإجابة وسوف تبحث. دي آخر استراتيجية. دي كده طرق التعامل مع الأسئلة الصعبة اللي أنت مش عارف إجابتها أو الإيه أو المحرك. هنقسمه بصورة أفضل من كده في الشكل ده. الشكل ده قال لي ده مدرج كده اسمه هرم التعامل أو مدرج التعامل مع الأسئلة الصعبة. دول ثلاث استراتيجيات. الاستراتيجيه الاولى عدم التعامل مع السؤال اصلا، كانك بتهرب من السؤال. النظريه الثانيه نظريه الايه البديل. النظريه الثالثه او قمه الهرم مبدا من قال لا اعلم فقد افتى. يبقى انت تبدا من تحت مش تبدا من فوق. اول حاجه سالت سؤال صعب ما انتش عارف اجابته، هتعمل ايه؟ هتحاول انك ما تتعاملش مع السؤال. تظهر بعدم سماع السؤال وده هيكون صعب شويه. تظهر بعدم فهم السؤال انك بس هتضطر تساله تاني عن اعاده صياغه للايه للسؤال. وفي الحاله دي من وجهه نظر الاستراتيجيه الامثل هنا انك هتاجل السؤال لنهايه الجلسه. ده اللي انا بعمله انا شخصيا، هاجل السؤال لنهايه الايه الجلسه. اما تظهر بعدم سماع السؤال وتظهر بعدم فهم السؤال انا ما بعرفش اعملها شخصيا. انا شخصيا ما بعرفش اعملها ليه؟ لان انا المفروض ان انا اكون مركز معاه وان انا بكون باصص له في عينيه وان انا اكون مركز معاه، فازاي بقى ما سمعتوش؟ في عدم منطقيه في الموضوع. انما عادي خالص انا هسمع السؤال واقول له هنأجل السؤال في نهايه السيشن نتكلم عنه عشان الوقت معانا محدود وهجاوبك عليه في نهايه السيشن. نظريه البديل طرح السؤال على مجموعه على مجموعه، وديت استراتيجي كويسه جدا جدا ومن افضل الاستراتيجيات المستخدمه. طيب ايه رايكم في سؤال احمد؟ فهتبدا الناس ايه تجاوبك وهتدي لك ممكن تفتح لك نقاط او افكار ما كانتش في دماغك. او طريقه المشارك النشط، لما يكون عندك حد مشارك نشط وبيحب يجاوب قوي متحمس الموضوع فتساله هو السؤال ده ايه رايك في الكلام ده، او اختيار شخص بعينه للاجابه. اخر حاجه بقى لو مفيش حاجه من الاثنين دول نفعت هتبدا تختار مبدا من قال لا اعلم فقد افتى، مع الوعد انك انت ايه تبحث عن الموضوع وايه وتجيبه.
يبقى المرحله الاولانيه اسمها مرحله ايه؟ مرحله عدم التعامل مع السؤال. وفي مرحله عدم التعامل مع السؤال، حاله تظاهر بعدم سماع السؤال، في هذه الحاله يكمل المدرب سير الجلسه التدريبيه دون ابداء اي اعتبار للسائل، لكن اذا الح السائل فعلى المدرب ان ينتقل الى الحاله التاليه. ماشي. انا بصراحه ما بفضلش الايه الاستراتيجي ديت، ولكن الاستراتيجي معروفه ومكتوبه. التظاهر بعدم فهم السؤال، كان يطلب المدرب من السائل توضيح السؤال، في هذه الحاله قد يشارك او يتطوع اخرون بشرح السؤال واحيانا الاجابه عليه. ثلاثه، ودي اللي انا بستخدمها، تاجيل السؤال لنهايه المحاضره. هنا يطلب المدرب من السائل تاجيل السؤال او الاجابه عليه الى نهايه المحاضره لقيود تتعلق بوقت الجلسه او ان اجابه هذا السؤال سوف تستهلك وقتا كبيرا. وديت افضل استراتيجي في حاله مرحله عدم التعامل مع السؤال. المرحله الثانيه اللي هي كانت مرحله البحث عن بديل، وديت سهله جدا وناس كتير بتعملها، اللي هو يبدا يعمل يعيد صياغه السؤال على المتدربين، فيبداوا هم ايه يقولوا، او انك تسال طريقه المشارك النشط، وفيها يعيد المدرب صياغه السؤال على المجموعه، ولكن مع تركيزه على احد المتدربين النشطين المعروف عنهم كثره المشاركه، وحتى لو لم يجيب اجابه صحيحه فانه يفتح حوار لدى الايه المجموعه. والله نوع من ده، نوع من انواع الهروب يعني، او انك انت تجيب بديل للاسئله الصعبه. وهناك كثير كذلك نظريه البديل، ان اختار المدرب شخص بعينه بالاسم واطلب منه الاجابه على هذا السؤال. الاخيره بقى، الاستراتيجيه الاخيره اللي هي ايه، مرحله المواجهه بعدم المعرفه، فيها يقول المدرب انه لا يعلم الاجابه، ولكن لكي تنجح تلك الطريقه يجب ان يوعد المتدربين بالبحث في الموضوع وتقديمها في اليوم التالي اذا كان المدرب سيحضر التدريب اليوم التالي، او ياخذ بيانات المتدربين مع الوعد بارسال اجابه الى المتدرب السائل في اسرع وقت. فديت ثلاث استراتيجيات مهمين جدا، او ثلاث قواعد هامين جدا في التعامل مع الاسئله المحرجه او الصعبه. يبقى كده اخطاء مهمه جدا لازم المدرب يراعيها، وما ينفعش ان هو يقع فيها اثناء تقديم البرنامج التدريبي. اول حاجه لكم ده اختارهم من وجهه نظري الشخصيه، الحضور متاخرا عن ميعاد التدريب. المدرب اذا حضر متاخر يعني في عيوب او مشاكل هتكون بالنسبه له، مشاكل بالنسبه للمتدربين. المتدربين هيفقد الثقه فيه، او هيحس ان هو انسان غير منضبط او غير ملتزم. اما هو بالنسبه له ممكن تواجهه مشاكل كتير، ممكن يلاقي مشكله في الكمبيوتر، ممكن يلاقي مشكله في القاعه، هيخش القاعه هو مش فاميليير معاها، او مش يعني مش متعود على القاعه، ممكن يكون متوتر مش مركز، هيبقى حاجات كتير جدا. يعني الوصول بدري ده مهم جدا جدا في التدريب. الحضور في الميعاد مناسب ولكنه انشغل بحوارات او حديث مع الجهه المنظمه. طيب واحد جه بدري وقعد مع المدير ويشرب شاي ويتكلم مع مين وروح فين، طب ما انت كده كانك ما جيتش اصلا. والهدف انك تيجي بدري انك انت تعمل ايه؟ انك تخش قاعه التدريب، تتاكد من الماتيريال بتاعتك، تتاكد الباوربوينت بتاعك شغال، تتعرف على القاعه، تنظم الدنيا. ده الهدف من لما توصل بدري وانك وتقعد بره، او تقعد مع المدير، او تتكلم مع الناس اللي بتنظم وتسيب الشغل، فانت كده كانك ما وصلتش بدري. عدم دخول القاعه للتاكد من توفر الوسائل التعليميه قبل التدريب بوقت مناسب. يعني تخيل كده انك انت رايح عامل حسابك في سبوره ورقيه مثلا تشتغل عليها، وانت عامل نشاط على كده ومفيش اصلا سبوره ورقيه. لازم تعرف لو دخلت من بدري وشفت الادوات اللي قدامك، مفيش اقلام مثلا الوان وانت عايز اقلام الوان، مفيش داتا شو وانت عايز داتا شو، انت هتشتغل باوربوينت مثلا، مفيش ادوات معينه وانت عايزها مثلا ستيكي تيب ولا وات ايفر، اي ماتيريال انت عايز. في حل من الاثنين، يا لما تعرف بوقت كافي بدري، حل من الاثنين، يا هتخليهم يوفروا لك الحاجات، يا هتغير النشاط بتاعك، او هتغير الاستراتيجي بتاعتك انك تتعامل في ضوء الادوات الموجوده. الدخول في نقاش جانبي مع اهل المتدربين اثناء التدريب طبعا من الاخطاء القاتله جدا. ضيعت وقت البرنامج التدريبي وتشتت الناس منك، والناس تبدا تتكلم ويبقى المنظر مش ظريف خالص. الوقوف في احد جانبي القاعه دون الاخر، لازم المدرب يكون في النص مركز مع الناس كلها. التركيز على جانب من المتدربين طول دون الاخر، وده خطا قاتل جدا. تلاقي واحد طول الوقت هو طبيعته كده بيبص ناحيه اليمين، ومن الناحيه الشمال دي خالص في البلايند سبوت. يعني حتى في السواقه بنقول لك البلايند سبوت، يعني لازم تبص على الكل. في ناس خلاص طول الوقت باصص لثلاثة أربعة كده في قدامه أو في عدله، يعني هو بيكتب على اليمين فبيكتب على السبورة ويتضير يلاقي دول في وشه والباقيين طول الوقت في ظهره. طب ده كلام ما ينفعش. الانفعال والتعامل مع انتقاد المتدربين على انتقاد انه انتقاد شخصي. خلي بالك انت هتتعامل مع متدربين شخصيات مختلفة،
ممكن يكون فيهم حد مستفز، حد مزعج بالنسبة لك، لازم تكون عندك ضبط نفس طويل البال، تتعامل معاهم، ما تتعاملش مع أسئلتهم على إنها انتقاد شخصي على الإطلاق، حتى لو شعرت إن هو انتقاد مباشر حوله إلى انتقاد عام أو للمادة التدريبية أو أي شيء من هذا القبيل. استخدام لغة غير لائقة أو غير مناسبة لطبيعة المتدربين، زي ما قلنا الألفاظ ده شيء مهم جدا. الجلوس على طاولة التدريب دون حركة، دي برضو ما ينفعش المتدرب المدرب في البرنامج التدريبي يقعد خالص يعني طول الوقت، إلا نادرا في حالات محدودة جدا إن هو إيه يقعد في حالة معينة، أما أثناء البرنامج التدريبي ما ينفعش إن هو إيه يقعد مش محاضر. التحرك في مسافات قريبة جدا من المتدربين، إنك تلزق في المتدرب كده أو تروح يعني ما ينفعش، لازم تكون في مسافة اجتماعية مناسبة. عدم إثارة انتباه المتدربين برتابة الصوت أو بإنك بتقول كلام مش مهم أو الحاجة زي كده. عدم تحفيز المتدربين على المشاركة، مش مدي للناس فرصة إنها تشارك، مش بتشجعهم إنهم يتكلموا. النمطية في استخدام التدريبات وعدم تنويع أساليب التدريب، كأنك حافظ كلمتين وعملت إيه تقولهم بنفس الرتابة وبنفس الشيء، مفيش أي تجديد مفيش أي ابتكار في الموضوع. عدم تلخيص الهدف من كل تدريب، مهم جدا انك قبل البرنامج التدريبي تقول الهدف من البرنامج التدريبي ايه، وفي نهايه البرنامج التدريبي لازم تقول لهم وصلتوا للهدف ولا لا، او من فتره تانية تقول لهم احنا كده غطينا كذا وغطينا كذا. عدم تلخيص النقاشات اثناء التدريب، في النقاشات المخططه والكلام ده لازم تقول لهم الهدف من النقاش، وبعد ما نخلص النقاش طب احنا كنا بنتكلم على ايجابيات وسلبيات العولمه، طيب لازم بقى تلخص في النهاية ايه الايجابيات وايه السلبيات، مش كلام كده وخلاص خلصنا الكلام وبدأ كلام وهينتهي كلام، ايه الفايدة في الموضوع؟ لازم تلخص الايه النقاش ده وتكتب الكلام ده. عدم السيطرة على الجلسة من جانب محب الظهور والكلام، طبعا ايه كلكم عارفين الصورة ديت، في ناس طول الوقت بتحب تتكلم وتحب تاخد الشو كده طول الوقت هي عايزة تتكلم، فلازم المدرب يسيطر على الموضوع ده هوت ويقلل من ظهور الناس ديت علشان يتحكم في البرنامج التدريبي. عدم تحفيز المتدربين الانطوائيين على الحديث، في ناس بتتحرج جدا تتكلم، عندها خجل مش قادرة تتكلم، فانت بتحاول تحفزهم بدون برضو ما تحرجهم عشان تحافظ على تشدهم معاك، والناس دي لو انت شديت انتباههم او خليتهم يتكلموا من غير ما تحرجهم هيحبوا البرنامج التدريبي جدا وهيحبوك جدا وهيستفادوا قوي من الموضوع. عدم استخدام مهارات الصوت والعرض الفعال، مهارات العرض الفعال اللي احنا قلنا عليها في المحاضرة السابقة، وطبعا الصوت زي ما قلت لكم نبرة الصوت الهادي او طول الوقت بتزعق او الكلام. الدخول في امور سياسية تثير خلاف بين المتدربين، طبعا السياسة والكورة والدين دول الثلاث محرمات في البرامج التدريبية، السياسة والكورة والدين، لان دول ما فيهمش رأي قاطع يعني، لا فيهم اخد ورد وجهات نظر، هتخش في حتت كده نقاط خلافية ما ينفعش التلاتة دولت ما ينفعش تتكلم فيه. الحديث عن الجوانب الشخصية المدرب وإن كانت تعد سلاح ذو حدين، يعني طول الوقت وأنا أيام ما كنت في إنجلترا وأنا عملت ورحت مش عارف فين ورحت في البرازيل وتعلم، فأنت طول الوقت عمال تحكي لهم عن إنجازاتك وعن مفخرتك وبتفتخر بنفسك، طب إحنا مالنا ومال القصة دي؟ إلا إذا كانت رسالة لها مغزى، يعني حصل لك موقف معين وقلت الموقف علشان تقول على حاجه معينه او توصل رساله معينه او هدف معين، فدي ماشي اوكي. غير كده في ناس طول الوقت تحضر المحاضره او البرنامج التدريبي طول الوقت بيحكي عن نفسه وعن اسرته وعن حياته وعن ذاته وعن رحلاته، طب احنا ما علاقتنا بالقصه دي؟ الرد على الاسئله بطريقه هجوميه، يعني احيانا في بعض المدربين يكون متعصب جدا لما حد يساله سؤال على طول هو فاهم ان ده نوع المتدرب اللي هو بيستعرض عضلاته او اللي هو عايز يحرجه، فبيهجم على الايه على المتدرب وكانه عدو له، وبيبدا نوع من انواع الايه الهجوم عليه، وده طبعا ما ينفعش، ده بيخلي الناس اصلا بقيه الناس لو عايز تسال سؤال ما تسالوش. وبالمناسبه كمان المتدرب احتمال ما يسكتش، فيتحول الموضوع من برنامج تدريبي لخناقه. القراءه من الورق او من شرائح العرض التقديمي طوال التدريب، زي ما قلت لك في مهارات العرض الفعال ده من الاخطاء الكبيره جدا، الواحد يحط شريحه مليانه كلام ويبدأ يقرأ منها، وده طبعا بيكون عيب خطير جدا في المدرب، ومعناه ان هو ما حضرش كويس، لانه لو حضر كويس هيكون عنده كلام كتير جدا يقوله خارج المكتوب عن الشرائح. التركيز في الرد على السؤال على السائل فقط، زي ما قلنا لما حد بيسألك سؤال
بتجاوب بس الاجابه بتكون للايه؟ للجميع، ما بتركزش في الاجابه على السائل بس. الانفتاح بشكل زائد على المتدربين منذ البدايه، مطلوب ان يكون في نوع من انواع الحميميه، مطلوب انك تعمل ايس بريكنج، اذابه الجليد، وانك ما تخليش الموضوع يعني رسمي جدا او جاف جدا، مفروض الناس تبتسم، ولكن في نفس الوقت الانفتاح الزائد هيخلي الناس تهزر طول الوقت وتضحك طول الوقت، وهتبعد عن الهدف من البرنامج التدريب. دي كانت بعض العيوب او الاخطاء اللي ممكن يقع فيها المدرب اثناء البرنامج التدريب. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي، وان شاء الله في مرة لاحقة اعمل لكم محاضرة عن مهارات او التعامل مع المدرب المتدرب الصعب او انواع المتدربين. ولو في اي حد عنده اي استفسار او اي ملحوظه او اي حاجه، يا ريت يبعت لي على الواتساب، حتى لو يسجل فويس او اي حاجه، انا تحت امركم ان شاء الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.